أنصت إلى صوت دعائي، أنا غير وجهك ما رجوت، ما ألقاه مكتوبة رجائي. توبوا إلى الرب إن حنانك قطرة يتحول القهر عود، أو أعطي عيني دمعة في حوضها طفلا مساء الخير للجميع، أهلاً وسهلاً فيكم باليوم الأول من زمن الصوم المقدس، الزمن الأربعيني. في هذا اليوم الأول نقدم للرب قلوبنا، نندم عن كل خطايانا، نضع صيامنا، صلاتنا وصدقتنا أمامه كي يعطينا نعمة الارتداد والتوبة عن جميع خطايانا، فنترك إنساننا القديم ونلبس ذاك الجديد بالرب يسوع. بسم الأب والابن والروح القدس لله الواحد. آمين. الرب معكم ومع روحك أيضا لنصلي. هب لنا أيها الرب أن نستهل اليوم بصوم مقدس درب جهادنا الروحي، فنتسلح بالقناعة ونقاوم تجارب الأرواح الشريرة بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي الملك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. قراءات أربعة الرماد على صفحة 85. القراءة الأولى قراءة من سفر يوئيل النبي.
الآن يقول الرب: توبوا إلي بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء والانتحاب، ومزقوا قلوبكم لا ثيابكم، وتوبوا إلى الرب فإنه رؤوف رحيم، طويل الأناة وكثير الرحمة، ونادم على الشر لعله يرجع ويندم، ويبقي وراءه بركة وتقدمة وسكيبا للرب إلهكم. انفخوا في البقاء في أورشليم، وقدسوا الصوم ونادوا باحتفال، اجمعوا الشعب وقدسوا الجماعة، واحشدوا الشيوخ واجمعوا الأطفال وراضعي الأذى، وليخرج العروس من مخدعه والعروسة من حجلتها، بين الرواق والمذبح يبكي الكهنة خدام الرب ويقولون: أشفق يا رب على شعبك، ولا تجعل ميراثك عارا حتى تتسلط عليهم الأمم. فلماذا يقال في الشعوب: أين إلههم؟ لقد غار الرب على أرضه ورقى لشعبه. كلام الرب. وعلى قدر رأفتك أمحو مآثمي، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي، طهرني. ألا قلت يا رب ارحمني، اشفي نفسي خطئت إليك. إني أنا عارف بآثامي وخطاياي أمامي في كل حين، لك وحدك خطئت والشر قدامك صنعت. ألا قلت يا رب ارحمني، اشفي نفسي خطئت إليك. قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحاً مستقيماً جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. ألا قلت يا رب ارحمني، اشفي نفسي خطئت إليك. أردد لي بهجة خلاصك، وبروح كريم أعضدني، يا رب افتح شفتي ليخبر فمي بتسبيحتك. ألا قلت يا رب ارحمني، اشفي نفسي خطئت إليك. القراءة الثانية قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى أهل قرنثوس. أيها الإخوة، باسم المسيح نحن سفراء، والله هو الذي يدعوكم بلساننا، فنسألكم باسم المسيح أن تصالحوا الله. ذاك الذي لم يعرف الخطيئة جعله الله خطيئة من أجلنا، كيما نصير به بر الله. ولما كنا نعمل مع الله فإننا نناشدكم ألا تنالوا نعمة الله لغير فائدة، فإنه يقول:
في وقت القبول استجبتك، وفي يوم الخلاص أغثتك. فها هو ذا الآن وقت القبول حقا، وها هو ذا الآن يوم الخلاص. كلام الرب. شكرا لله. لك المجد والحمد أيها المسيح الرب، لك المجد والحمد أيها المسيح الرب. لعلكم اليوم صوت الرب تسمعون، لا تقاسوا قلوبكم. لك المجد والحمد أيها المسيح الرب معكم. بشارة القديس متى الإنجيلي الباشي. المجد لك يا رب، المجد لك. في ذلك الزمان قال يسوع لتلاميذه: إياكم أن تعملوا بركم بمرأة من الناس لكي ينظروا إليكم، فلا يكون لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات. فإذا تصدقت فلا ينفخ أمامك في البوق، كما يفعل المراؤون في المجامع والشوارع ليعظم الناس شأنهم. الحق أقول لكم إنهم أخذوا أجرهم. أما أنت فإذا تصدقت فلا تعلم شمالك ما تفعل يمينك، لتكون صدقتك في الخفية، وأبوك الذي يرى في الخفية يجازيك. وإذا صليتم فلا تكونوا كالمرائين، فإنهم يحبون الصلاة قائمين في المجامع وملتقى الشوارع ليراهم الناس. الحق أقول لكم إنهم أخذوا أجرهم. أما أنت فإذا صليت فادخل حجرتك وأغلق عليك بابها، وصلي إلى أبيك الذي في الخفية، وأبوك الذي يرى في الخفية يجازيك. وإذا صمتم فلا تعبسوا كالمرائين، فإنهم يكلحون وجوههم ليظهر للناس أنهم صائمون. الحق أقول لكم إنهم أخذوا أجرهم. أما أنت فإذا صمت فادهن رأسك واغسل وجهك، لكي لا يظهر للناس أنك صائم، بل لأبيك الذي في الخفية، وأبوك الذي يرى في الخفية يجازيك. كلام الرب. التسبيح لك أيها المسيح. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء بالمسيح يسوع، ندخل اليوم بأربعاء الرماد، ندخل البرية مع الرب يسوع بمسيرة الصوم الأربعيني. ما يميز هذا الزمن الليتورجي المقدس هو الصوم.
إذ تدخل الكنيسة وبشكل جماعي بصوم مقدس يهدف إلى التوبة والارتداد. هذا الصوم بيساعد المؤمنين على تقوية إرادتهم وعلى تربية ذواتهم أن ينتصروا على تجارب الشيطان. الصوم اليوم إخوتي وأخواتي، ننظر إلى الصوم ليس بنظرة الفرض والواجب، إنه مفروض علينا نصوم، ولكن الصوم يهدف إلى تغيير الحال. إذ الصوم هو طريقة من الطرق اللي بتساعدنا حتى نربي أنفسنا على التحكم بذواتنا. وإذا اليوم بدنا نحكي عن الصوم، يجب أن نقول إنه الصوم هو وسيلة وليس هدف. يعني أنا ما بصوم بس عشان أصوم، ولا بنقطع عن بعض أنواع الأطعمة في هذا الزمن المقدس عشان لازم أنقطع عن بعض الأطعمة. ولكن إذا رجعنا للقراءة الأولى من سفر يوئيل النبي اللي سمعناها اليوم، بعطينا تقريباً 3 أهداف للصوم اللي بطلبها الرب. أولاً يقول لنا الله: توبوا إلي بكل قلوبكم. التوبة أن نعود، نرجع للطريق الصحيح، نشوف وين أخطأنا، وين سقطاتنا، أين اعوجت حياتنا، ونرجع أن نعود. الارتداد يعني أن نعود إلى الطريق والمسار الصحيح. أيضاً اليوم الرب بطلب من الشعب وبيحكي لهم: مزقوا قلوبكم لا ثيابكم. يعني اليوم بدعونا الله لحتى يكون في عنا تغيير داخلي. عشان هيك نرجع من أكد منحكي الصوم هو وسيلة مش هدف. وثالثاً أن نكره حياة الخطية. إنه في كتير مرات تصبح حياتنا بالخطية هيك حياة مريحة، نشعر إنه في سعادة بالخطيئة، ولكن بس نوقع بالخطيئة منكتشف إنه هاي السعادة سعادة مزيفة. عشان هيك هدف هذا الزمن نرفض ونكره حياة الخطية اللي متمسكين فيها، ومنكتشف إنه الصوم والانقطاع اللي بنمارسهم في هذا الزمن المقدس ما هو إلا هدف حتى يوصلنا إلى، ما هو إلا وسيلة حتى يساعدنا نوصل لهاي الأهداف. في كتير مرات مع بداية الزمن الأربعيني بتتوجه أسئلتنا وتفكيرنا: كيف هو شكل الصوم؟ أبونا كيف بدنا نصوم؟ أنو أصح، اللاتين ولا الأرثوذكس ولا الأقباط؟ ولكن اليوم الشكل الصحيح للصوم هو الذي يساعدني على التغيير. فلا تقل أنت صائم ولسه عندك نقص بالمحبة. لا تقل أنت صائم وأنت تأكل لحم الآخرين بالنميمة وبالحكي وبالتشهير. لا تقل أنت صائم وإنت بتبذر بالمال وعم ندور على بدائل أخرى للصيام. اليوم ممنوع نأكل لحمة، منروح مندور شو بديل اللحمة؟ لحمة صويا. ممنوع نأكل بسكوت، منروح منجيب نوع معين. فيوش حليب أبونا؟ هل إحنا منصوم ومننقطع عشان ننقطع، ولا عشان يصبح هذا الزمان أن نبحث عن البدائل المسموحة اللي بتريح ضميري بالأخير؟ أنا صمت، فهون ينحرف الصوم والانقطاع عن معنى. هون بيصير فرض وواجب بس بأدي فرض. عشان هيك برجع للفكرة الأولى: إيش هو شكل الصوم المرتضى أمام الله؟ ذاك الصوم الذي يغير حياتي.
لا تقل أنت صائم أو الله مش موجود بحياتك. حلو اليوم نرجع من جديد نفكر بحياتنا وين إحنا متجهين. الكنيسة وبشكل مكثف تضع أمامنا 40 يوم ليكونوا مسيرة بشكل جماعي حتى تهذبنا وتربينا الكنيسة من خلال الصوم زي ما سمعنا في إنجيل هذا المساء من الرب يسوع، من خلال الصوم، من خلال الصلاة، ومن خلال الصدقة، فيصبح هذا الزمن مساعد إلنا على تربية أنفسنا. نتذكر إنه زمن الصوم هو زمن المصالحة أولاً مع الله من خلال سر التوبة، وما نأجل توبتنا لآخر يوم عشان بدنا نتناول على العيد منروح نعترف، لا، معناته صيامنا مش ارتداد. لازم نعترف بأول أسبوع بالصيام لحتى نعبر عن توبتنا، نحكي لي رب إحنا متأسفين وبدي أرجع عن حياتي المعوجة، ونسأل أنفسنا إمتى آخر مرة تقربت من سر الاعتراف، بالرغم من إنه الشيطان بيحط في عقلي أفكار مين الخوري وليش أعترف عند الخوري، والله بدهوش واسطة، زي ما تحكي رسالة للعبرانيين إنه بين الله وفي وسط واحد ويسوع المسيح، منبلش نحط هاي الأفكار والحجج حتى نبتعد عن نعمة الله. زمن الصوم هو زمن مصالحة أولاً مع الله اللي منجرحه ومنهينه ومنخليه يتألم بسبب خطيئتنا اللي بتعطينا سعادة زائفة. زمن الصوم بيجي ليكون زمن مصالحة مع الآخرين، مع كنتي، مع حماتي، مع ابن عمي، مع أخوي، على الورثة، على المصاري، على حكالي، على حكيت له زارني ما زارنيش، عبرني ما عبرنيش، عمل لي بلوك على الفيسبوك ما عبرنيش على الواتساب. زمن مصالحة مع الآخر، زمن غفران ومسامحة، ومثالنا هو يسوع المسيح اللي قدامنا على الصليب، مات وهو البريء من أجلنا. زمن الصوم هو زمن مصالحة مع ذاتي، أن أقبل نفسي كما أنا وأحب حالي زي ما أنا. الرب أعطاني جسدي ونفسي وروحي، أعطاني المرض وأعطاني الصحة، أعطاني المال ما أعطانيش المال، أعطاني الشغل المنيح وما أعطانيش الشغل المنيح. أقبل نفسي كما أنا وأحكي له شكراً يا رب، أقبل نفسي كما أنا، ومن هون تبدأ عملية المحبة. رب يسوع حكى لنا أحبب قريبك حبك لنفسك. هذا هو الزمن والوقت لنكتشف أنفسنا ونفحص ضمائرنا، لنمشي مع يسوع ونمشي نحو يسوع القائم بين الأموات. صوم، صلاة، وصدقة، وصيلة حتى توصلنا للإنسان الجديد، الإنسان الجديد الموجود فينا، لحتى نكتشف جمال ذاك الإنسان الجديد بالرب يسوع، كما قال لنا بولس الرسول: اخلعوا الإنسان القديم والبسوا الإنسان الجديد بالمسيح يسوع. هذا هو إخوتي وأخواتي زمن الصوم. بيجي هذا الزمن لحتى يرسلنا رسالة أمل جديدة، إنه الله بيقبلنا إحنا خطأ، ولكن بطلب منا نرجع عن خطايانا ونتوب من جديد. إخوتي وأخواتي في هذا المساء بصلي من أجلي ومن أجلكم جميعاً لحتى نعيش زمن مبارك، مش زمن بس بالقول، بنبعت على الواتساب من الصبح إجاني 400 مسج زمن صوم مبارك، ولكن قديش صمنا حقيقة، وقديش إحنا حقيقة عم بصير هذا الزمن زمن مقدس. مع الأسف حتى زمن الصوم عنا المسيحيين أصبح زمن تجاري، توصلنا على أغلبكم جزء وصلوا على الموبايل، هذا المحل الفلاني عنده أكل صيامي. يا ريت ما نحول أزمنتنا المقدسة لأزمنة بتخف ومنقلل من معناها، نعيش حقيقة معنى الصوم. بصلي لهذا الزمن
يكون زمن جديد، زمن توبة وارتداد حقيقي إلنا، ونرجع نتمسك بشهادتنا المسيحية أمام كل الناس وأمام أنفسنا وأمام جماعتنا الرعوية. اذكر يا إنسان أنك تراب وإلى التراب تعود. آمين. الآن إخوتي وأخواتي سنبتدئ رتبة ذر الرماد. الرماد بحسب الكتاب المقدس هو علامة ورمز على التوبة والارتداد. كانوا بيجلس من يتوب عن خطاياه، وتعبيراً عن هاي الخطية كانوا بيجلسوا على الرماد ويضعوا الرماد على رؤوسهم. أربعاء الرماد سميت بأربعاء الرماد لأنه إحنا من ذر الرماد على رؤوسنا، ومنحكي للرب إنه إحنا منتوب عن خطايانا. لأن نبتدئ معاً مباركة الرماد ومن ثم نتقدم لذر الرماد. وقوف. أيها الإخوة والأخوات الأحباء، لنبتهل إلى الله أبينا خاشعين كي يبارك بفيض نعمته هذا الرماد، وقد نوينا ذره على رؤوسنا دلالة على توبتنا وندامتنا. أيها الإله الذي يسره التواضع وترضيه التوبة، أرهف أذنك إلى تضرعاتنا رحمة ورأفة، وأفض نعمة بركتك الغزيرة على أبنائك قد أتوا لذر هذا الرماد على رؤوسهم، لكي تطهر بالتوبة نفوسهم عبر مسيرة هذا الزمن الأربعين المقدس، ويكون أهلاً للاحتفال بالسر الفصحي المجيد بالمسيح ربنا. سيذر الرماد من ست مناطق في الكنيسة. يوجد كاهنين في وسط الكنيسة على يمين وشمال الهيكل، وأيضاً في الجلاجل في الأعلى سيكون هناك مكانين في اليمين والشمال لذر الرماد. ترنيمة رقم 215. وتوبتي حالت
لمن أتضرع ليس
الترنيمة رقم 221. Thank you.
وقوف. أيها الإخوة والأخوات الأحباء، زمن الصيام زمن توبة وتجدد وتأمل وصلاة وصدقة، لذلك نصلي الآن من أجل أن يحسن في نظر المسيح صيامنا وأن تصلح فيه سيرتنا. من أجل أن يقبل الناس على الصيام بحب وإيمان، وأن يقاوم الشيطان بكل كلمة تخرج من فم الله، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل أن يكون صيامنا انقطاعاً عن المعاصي والآثام قبل أن يكون انقطاعاً عن الشراب والطعام، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل أن يكون جهادنا الروحي في هذا الزمن الأربعيني أن نحرر أنفسنا من قيود أنفسنا ومن قيود دنيانا، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل أن نذلل الجسد لشريعة الروح وأن نقبل على كل تضحية بحب من أجل المسيح، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل أن تتكرم السيدة العذراء وتبارك صيامنا وترعى مسيرتنا وترد عنا الشيطان خاسرا مدحورا، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. لحظات من الصمت نرفع إلى الرب جميع نياتنا وطلباتنا، مقدمين له نية صيامنا. أيها الرب يسوع المسيح، يا من صمت في البرية المقفرة لكي تعلمنا أن نصوم في قفار أنفسنا، ومررت بالتجربة لتعلمنا أن نقاوم تجاربنا، نسألك فاقبل صيامنا وبارك مقاصدنا وانصرنا على كل شيطان يحاصرنا. أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. تفضلوا الجلوس. ترنيمة رقم 210. رقم 210. حتى تنسى ما فعلت.
صلوا أيها الإخوة والأخوات الأحباء إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم جميعاً هذه الذبيحة. هذه هي الذبيحة التي نقدمها لك يا رب في بدء هذا الزمن الأربعيني، فقدرنا بها على أن نكبح شهواتنا بأعمال التوبة والمحبة، وأن نبرأ من خطايانا فنكون أهلاً لأن نقيم ذكرى آلام ابنك المسيح الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. الرب معكم. ومع روحك أيضاً. لنرفع قلوبنا إلى العلا. لنشكر الرب إلهنا. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الرب الآب القدوس الإله القدير الأزلي، لأجل عمل الخلاص الذي تجريه في العالم عن يد يسوع المسيح ربنا. فإنك في وسط بشرية تمزق شملها وتفرق لفيفها تلين النفوس والقلوب وتمهد السبيل إلى المصالحة، وإنك بقوة روحك القدوس تحرك البشر وتبعث الأعداء على الحوار والمتخاصمين على التصافح والأمم على الطلاق والوفاق، وبقدرتك العاملة تقضي الرغبة في السلام على كل تصادم وتجعل الحب يغلب البغضاء والانتقام يستسلم للغفران. لذلك إننا نرفع كل يوم إليك مجدا، وسنوالي حمدك مع جوقات مواكب الملائكة وهم يهتفون بك يا ذا الجلال على الدوام قائلين: لك المجد يا سيد كل سلطان بيسوع المسيح ربنا، إنه كلمة الخلاص واليد الممتدة للخاطئين والطريق إلى السلام. لقد هجرناك وابتعدنا عنك، أما أنت يا أبانا فقد دنوت منا بابنك الذي أسلمته للموت لنعود إليك ويحب بعضنا بعضا. لذا لما كنا نحتفل الآن بسر المصالحة في المسيح، فإننا نسألك أن تقدس يا رب بفيض من الروح القدس هذه القرابين التي جئناك بها عملاً بوصية يسوع المسيح ربنا. فإنه لما حانت الساعة التي أزمع فيها أن يبذل حياته لخلاصنا جلس للعشاء وأخذ خبزاً بيديه فشكر وبارك ثم كسر وناول تلاميذه قائلاً:
خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك في هذا المساء عينه أخذ الكأس فشكر وبارك وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان. فيا أيها الإله ربنا، إن المسيح قد ترك لنا عربون حبه هذا العظيم، لذلك فيما نحيي ذكرى موته وقيامته نقدم لك ما هو من لدنك ذبيحة المصالحة الكبرى، ونسألك أيها الأب القدوس أن ترضى عنا رضاك عن الإبن الوحيد. أيدنا في هذه الوليمة الإفخارستية بذلك الروح القدس الذي يزيل من قلوبنا وأوساطنا كل ما يفرقنا ويشتتنا، ليحفظنا هذا الروح في شركة واحدة مع البابا فرانسيس ورئيس ساقفتنا بيير باتيستا، أسقفنا ويليام والأساقفة وسائر الإكليروس وشعبك أجمع. اجعل الكنيسة علامة على الوحدة وأداة للسلام وسط العالم وبين الشعوب، واقبل في ملكوتك الذين رقدوا في الرب وجميع المتوفين الذين أنت وحدك بإيمانهم عليم. وكما أنك جمعتنا هنا حول مائدة المسيح مع مريم البتول والدة الإله القديسة ومع القديس يوسف خطيبها العفيف وجميع القديسين، فكذلك ضم شتات الناس من كل طبقة وفئة وأصل ولسان في مأدبة أورشليم السماوية في تلك الأرض الجديدة حيث سيسطع السلام بملئه الخالد بالمسيح ربنا. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. والآن أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، دعونا نرفع إلى الآب الصلاة التي علمنا إياها المسيح ربنا والتي بها نلتمس غفران جميع خطايانا. نصلي قائلين معا: أبانا الذي في السماوات،
نجنا يا رب من جميع الشرور، تعطف وامنح السلام في أيامنا وبين عائلاتنا وفي قلوبنا. أعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة، لنأمن كل اضطراب. نحن منتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك السلام أستودعكم سلامي أمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك، أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. ليكن سلام الرب معكم دائما. لنتبادل سلام المسيح. يا حمل الله الحامل خطايا العالم، ارحمنا. يا حمل الله الحامل خطايا العالم، ارحمنا. يا حمل الله الحامل خطايا العالم، امنحنا السلام، امنحنا السلام، امنحنا السلام، امنحنا السلام، امنحنا السلام، امنحنا السلام. هو ذا حمل الله، هو ذا الحامل خطايا العالم، طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. ترنيمة رقم 217. Beautiful.
من قبل أن يسلم للخصم حتى يعدم من نفسه قد قدم للرسل حقا مطعما. نهدي مديحا للأبد ربا بثالوث أحد، وليعطينا الباري الصمد في الخلد الكتاب المقدس بيحكي طوبى لمن يثبت إلى النهاية. إحنا اليوم منبلش الصيام وإحنا متحمسين ومتشجعين، وشوي شوي كل ما بيكتر زمن الصوم منبلش نحس حالنا شوي شوي مننزل، ولكن بارتباطنا بالرب بحضورنا بالكنيسة أكتر، خصوصا اليوم الحمد لله العدد لا بأس به. نشكر الرب على وجودكم وحضوركم اليوم، وحلو كل أحد وكل جمعة في هذا الزمن المقدس نشوف هذا العدد لحتى نكون من الناس اللي بنثبت لحتى النهاية مع الرب يسوع. ما يكونش ارتدادنا ارتداد عابر وعاطفي، ولكن نابع عن ارتداد داخلي وحقيقي. صوم مبارك لكم جميعا، ونتحد معا بالصلاة مع
مع بعضنا البعض ومن أجل بعضنا البعض لحتى يكون هذا الزمن زمن مقدس علينا جميعا. لنصلي. اللهم لتكن الأسرار التي قبلناها عونا لنا طوال هذه الأيام المقدسة، فيكون صومنا مرضيا عندك وعلاجا شافيا لنفوسنا بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم. احن رؤوسكم للبركة. أيها الآب الرحيم، إنك تحرص على خير أبنائك حتى الخاطئين، وتعطف على الأوفياء منهم في خدمتك، فإياك نسأل أن تهدي إليك قلوبنا أجمعين بالمسيح ربنا. بارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. اذهبوا بسلام المسيح. الشكر لله. ترنيمة رقم 234. Oh.